لا نريد على المشهد أن تكون هنالك أجسام موازية باستثناء المؤسسة العسكرية حتى استرداد الوطن، حتى استرداد العاصمة. ونحن نبارك هذه الخطوة التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي، والتي نحيي من خلالها القائد العام على هذه الروح الوطنية والشجاعة المنقطعة النظير التي تتحدى في الدول التي تتكالب علينا وبقوة. هذه المبادرة الحقيقة لطالما تعطش إليها الشرفاء في الدولة الليبية، وكل ابناء الوطن يرحبون بهذه المبادرة ويفوضون القيادة العامة للجيش الليبي وكل الشرفاء في كل المدن. الحقيقة انطلقت هذه المبادرات التي تبارك هذه الخطوة والتي تفوض المؤسسة العسكرية. الآن أمرنا بأيدينا، لا نلتفت إلى المجتمع الدولي الذي أدار إلينا ظهر في كثير من الحقيقة المصائب وكثير من الابتلاءات عندما تدخلت تركيا في الشأن المحلي وجلبت المرتزقة للدولة الليبية. أدار المجتمع الدولي لنا ظهره وبقينا نعاني ونحارب ونقاتل هذه المرتزقة لوحدنا. الآن ينبغي ويفترض علينا ألا نعير المجتمع الدولي اهتمام، وأن نتمسك بقوة يعني، وأن نلتحم مع مؤسستنا العسكرية، وأن نتخذ قرار قوي وإرادة صلبة من أجل التمسك بالمؤسسة العسكرية لقيادة المرحلة. وإذا كنا كلمة واحدة فلن يستطيع المجتمع الدولي أن يأثر فينا.